Allah. Ay ne tam olur. Ha? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. أقول لك شكرا جدا يا شادي، بيحب يساعد صراحة، هو صديق مقرب جدا للعيلة، فبناخد توجيهات بقى منه، بناخد يعني لا لازم مثلا ما تخليش الشجرة ليها أفرع كتيرة، علشان هو دلوقتي بيقص الأفرع ليه لسبب واحد، علشان ما يجيش أي مثلا تعبان أو أي مثلا حشرة سامة تخش مثلا من الأفرع دي وتخش جوه البيت، واحنا مش واخدين بالنا أو كده، فبيبقى في مشاكل. حاجات كتيرة ممكن اتعلم منهم والله بجد، جزاهم الله كل خير. وقبل ما سبحان الله الموز ما بتيجي تموت، الشجرة نفسها بتيجي تموت، بتبقى تحتيها كذا شجرة صغنونة كده، بناخدها وبنقسمها بين من بعضهم عشان مبقاش كلهم ماسكين في بعض، يعني تاخد راحتها في الانبات او يعني تطلع كويسة. وزي ما انتم شايفين كده، هي كانت وقعت في الارض اول ما امسكها يعني، فخدتها وغسلتها بالميه، يعني لسه هغسلها بالميه وهلفها في ورق من الجرنان، وكمان هحطها في كيس زي ما انتم شايفين كده. ده بعد حوالي 4 ايام بالظبط، يعني 4 ايام بالظبط بقت بالشكل ده. وابنك عبد الرحمن كان فرحان جدا، يعني قعد يقول شوف يا ماما، يعني اللي احنا اول مره ناكل حاجه من بيتنا احسن من بره، يعني كان فرحان والله، كفايه فرحه الاطفال. وسبحان الله يعني الحاجات دي لما بتتفكر فيها وتقول ربي قادر على كل شيء فعلا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني اغفر لنا يا رب وارحمنا وثبتنا كده على ديننا ان شاء الله. تعالي بقى ما نشوف بقى عبد الرحمن هيعمل ايه معانا وهو بيفتح كده وبيستمتع في الاكل. صراحة. بسم الله بسم الله يلا. في اليوم ده انا عزمت فيه حوالي 20 شخص اصحاب زوجي، فقلت نعمل لهم بقى ايه، واهل زوجي يعني، فقلت نعمل لهم كابولي على الطريقه ايه العمانيه. جبت بقى حاجه كبيره كده مليانه حلوه كده، حطيت فيها بقى سمن على زيت وحمرت فيها اللحم. انا عملت لحم غنم وحطيت حوالي 4 بصلات كبار، انا شلت الغنم من مكانه، يعني حمرت الغنم وقمت شايلاه في حاجه تاني تمام. وحطيت بقى البصل، اول ما يتغير لونه شويه كده خليت بقى ايه زنجبيل وثوم وفلفل، طبعا عشان نديله بقى ايه حته الحراقه شويه دي. وخليت بقى بهارات اللي هو 7 بهارات على كركم، فلفل اسود، حطيت ورق الكاري اللي هو ورق اللوري يعني، وايه تاني يا رشا، خليت اللي هي الحبهان والكلام دوت. وكمان خليت، انا كنت ناقعه حمص من بالليل، الحمص الابيض ده نقعته من بالليل والصبح غسلته كويس جدا وحطيته في القدر زي ما انتم شايفين كده بالميه، لغايه ما خدته غلوتين مع اللحمه. لو اللحمه بتاعتكم هتبقى كبيره، نصيحه، لو اللحمه بتاعتكم بصوا هتبقى كبيره، يعني انا الغنم ده كان صغير فاستوى بسرعه، تعملوا ايه تسويه لوحده عشان ما يتهرش، يعني الحمص ما يتهريش تمام. بعد كده تحطوا بقى ايه الميه بتاعتكم، ميه مغليه، حطوا ميه مغليه كتير حسب الرز طبعا تمام. اول ما غلي اللحم مع اللهم صل عليك يا رسول الله مع الحمص اداني شوربه حلوه تمام. عايزين تحطوا انتوا مرقة دجاج او كده حطوا براحتكم، او مثلا ملح اللي هو الملح الانجليزي الصيني اللي انتوا عايزينه حطوه تمام. بس انا حطيت اكتفيت بالشوربة بتاعت اللحمة خلاص كده، وخليت المقدار بتاعي بتاع ايه، شلت اللحمة من مكانها طبعا
وخليت المقدار بتاع الرز بتاعي وغطيته. لو الشوربه بتاعتكم مش كفايه غطوها بايه، غطوها بشويه ميه سخنه كمان، وعصروا بقى ليمون، حطوا بقى ايه ليمونتين ثلاثه حلوين كده عصروها. اليوم ده يا جماعه كان الكهرباء عماله تروح وتيجي تروح وتيجي، تخيلوا لما تبقى عندكم عزومه والدنيا عماله بقى الكهرباء تقطع وتيجي، فكانت متضايقه الصراحه جدا. عملت ايه؟ شايفين بقى، شايفين الرز؟ الرز بقى ايه معانا استوى اهو ما شاء الله، الله اكبر عليه. فاهمين انا عملته ازاي؟ عملت الاول شوحت اللحمه وشلت اللحمه وخليت البصل وشلت وحطيت عليهم زنجبيل وثوم وفلفل مفرومين وشوحتهم شويه تمام، قمت حطيت عليهم الميه المغليه وخليت اللحمه تستلق كويس. لو انت لحمتكم كبيره حطوا اللحمه تستلق كويس قوي، وبعدين حطوا ايه الحمص يستوي مع الرز مفيش مشكله خلاص. وهنا بقى قلت اعمل الشتني. عملت بقى شتني ازاي؟ جبت طماطم، كام فص من الثوم حوالي اربعه، فلفل اخضر، بقدونس، حطيت ليمون، بصل، ملح، وحطوا بقى معلقه كبيره من الكاتشب، هتديها طعم جميل الصراحه جدا جدا. تمام كده هنفرم بقى كويس جدا، هيبقى ده الشتني بتاع زي ما انتم شايفين كده، ما خليتش ميه نهائي. لو انتوا هتخلوا ميه الميه تبقى لوحدها والصوص هيبقى لوحده. هنا بقى ايه بعد ما دخل الرز استوى خالص معايا زي ما انتم شايفين، خليت بقى ايه فوق في الاخر خالص الزبيب، ما خليتوش في الاول ليه يا رشا؟ عشان ما يتهريش وعشان كده ما يسكرش قوي الرز يعني. تمام، الريحه خطيره، جربوها ولو ما طلعش حلو ما حدش يتابعني تاني، الغوا الاشتراك على طول. بس كده وحمرت بقى المكسرات. بصوا بقى المكسرات على نار هاديه جدا، في معلقتين كبار من السمنه، او انت عايزه تحطي زيت حطي، بس السمنه هيديكي طعم احلى بكتير. هنا بقى حطيت الاول اللوز اللي هو كان مقطع كده، وده اللوز اللي هو الشيبسي ده، حمرت الاول اللي هو اللي كان تخين شويه عشان بيتحمر ياخد شويه تحمير. عايزين بقى تحطوا كاجو، عين جمل، اللي انتوا عايزينه حطوه، بس هو ده بيبقى طعمه خطير. شايفين اللون ازاي يعني؟ خد يا دوبك الذهبي، قمت قفلت عليه على طول على طول بس كده. وخدت بقى اللحمه، طبعا انا بحاول اعمل لكم يعني كده شو، بس ما فلحتش. خدت بقى صينيه كبيره وهنحمر فيها اللحمه. تمام كده اللحمه اتحمرت من الجهتين، وكمان زي ما انتم شايفين كده حمرتها كله على نار هاديه، وياريت سمنه مش زيت، ياريت سمنه مش زيت. وكان في كمان شحم، الشحم اللي هو بتبقى شحم الخروف او دهن الخروف، انا كنت حاطه شويه في كمان في الرز نفسه، كنت محمراه مع البصل، مدي طعم رهيب. عايزين تحطوها في الفرن حطوها في الفرن، بس انا شايفاه كده ايه كان جميل الصراحه. تمام، واديتها بقى رشه بسيطه من البهارات اللي هو كزبره، فلفل اسود، كمون، ملح، عشان يدي طبعا طعم. وقفلت عليها النار، وفي الاخر ان شاء الله هنقدمه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. كده النهايه خالص، ويا رب يكون شقيت طولت عليكم الفيديو. مع السلامه. الله اكبر.